لتعليق انضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. اهلا بكم دكتور الى هذه الجوله الاخباريه. الصراعات بين شركاء العمليه السياسيه في العراق تتجلى على الاتفاقيه الامريكيه الامنيه مع امريكا. كيف ترى هذا الصراع وتحريك الولاءات لها؟ نعم، شكرا لكم. اعتقد ان قضيه الاتفاقيه الامنيه بين بغداد وواشنطن لا يمكن المساس بها، ذلك لانه بالامس رئيس البرلمان محمد الكربولي ذكر من واشنطن ان العراق يعني بحاجه الى الولايات المتحده، الى قوات الولايات المتحده في 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 العراق. وقبل ايام حينما كان في ايران قال ان العراق ليس بحاجه الى القوات الامريكيه المتواجده في العراق وعليها ان ترحل، وهذا يؤكد ان هنالك عدم وضوح في رؤية الذين تصدروا المشهد السياسي في العراق. وعليه أعتقد أن قضية الاتفاقية الأمنية باقية ولا يمكن الاقتراب منها، ذلك لأنهم يعلمون علم اليقين أن هنالك يعني العديد من المطبات التي يمكن أن يقعوا بها في حال دفعوا الولايات المتحدة إلى إنهاء هذه الاتفاقية. وأظن أنهم يفضلون ويقدمون مصالحهم الحزبية والشخصية على مصلحة العراق، ولو كان هؤلاء يقدمون مصلحة العراق لربما دفعوا باتجاه يعني إنهاء الاتفاقية الأمنية، وأعتقد أنهم لا يمكن أن يقدموا بحال من الأحوال مصلحة العراق على مصالحهم الحزبية والشخصية. نعم، النائب محمد البلدوي يقول بأن هناك ضغوط أمريكية على الرئاسات الثلاث لدعم وجودها في العراق، إلى أي مدى ترى هذه الضغوط في قرارات الرئاسة الثلاثة حول الاتفاقية الأمنية برأيك؟ يعني أنا كما ذكرت رئيس البرلمان ذكر اليوم في واشنطن أن العراق بحاجة إلى القوات الأمنية، من يمكن أن يكون؟ هل تتوقع أن شخصية ضعيفة مثل رئيس الحكومة يمكن أن يدفع بهذا الاتجاه؟ وهل يمكن، ربما أنا أرى أنه ممكن رئيس الجمهورية ممكن أن يدفع بهذا الاتجاه، لكنه كما هو معلوم هو غير مؤثر، وعليه أنا أعتقد أن الأمريكان باقون في العراق، وهذا مجرد نوع من يعني التصريحات غير المجدية وغير المنتجة، وربما هنالك دفع إيراني بهذا الاتجاه من أجل محاولة إحراج واشنطن في العراق، وأعتقد أن واشنطن أكبر من أن تحرج من مثل هكذا تصريحات أو يعني تخويف بمثل الانسحاب من مثل هذه الاتفاقية. سيد جاسم، كيف تقرأ تصريح برهام صالح أنه ليس هناك أي معارضة جدية لوجود القوات الأمريكية؟ ما توقعك لرد الأحزاب على هذا التصريح؟ ليس هنالك أي معارضة؟ ليس هناك أي معارضة يعني فيما يخص لوجود القوات الأمريكية، عفوا، يعني كيف ستكون رد سيكون رد الحقيقة الأحزاب؟ هذه الحقيقة سيدي الكريم، أمريكا هي التي جاءت بهؤلاء، وأمريكا هي التي رتبت المشهد العراقي، وهي المالك لكل ما موجود من عمل سياسي في العراق. فكيف نتصور أن واشنطن يمكن أن تترك يعني هذه الغنيمة بهذه السهولة؟ واشنطن خسرت المليارات والتريليونات في العراق، ثم تأتي بعد ذلك وتترك الجمل بما حمل لإيران؟ هذا الأمر غير مقبول. نحن أمام دولة عظمى تريد أن تكسب مصالح الاحتلال الأمريكي للعراق، هي لم تأتي من أجل سواد عيون العراقيين، وإنما جاءت لتحقيق غايات ربما لم تتم حتى اللحظة، وعليه لا أتصور انسحابا أمريكيا قريبا من العراق حتى تحقيق الأهداف الاستراتيجية. عدم انسحاب القوات الأمريكية هل سيؤدي إلى تصادم بين إيران وأمريكا على الأراضي العراقية؟ لا أعتقد. أنا سبق وأن ذكرت أن هنالك تخادم بين الولايات المتحدة وإيران، ولا يمكن أن نرى تصادما حقيقيا بين الطرفين، لأن إيران تبقى حتى اليوم الخادم الأبرز لبقاء وابتزاز أمريكا للعديد من دول المنطقة. نعم، الأستاذ جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.